إلا كنتي أنت القدوه ديالهم والمثل ديالهم وتيعتزوا بك وتفتخروا بك تتولي أنت هو النقطة ديال الضعف ولا أنت هو النقطة بالنسبة لوليدك. ولكن كل سجدة وكل دعاء من الله سبحانه وتعالى وربنا خير بك. أنا تنحب الله ونشكر أول حاجة هي الله، ثاني حاجة الأسرة ديالي ونسيمة الدولة ديالي المساندة ديالها القف ديالها بجديد لأن كل شيء تعرف العاد كرة إلا السوء. البراءة نحمد الله ونشكرو، نشكر العائلة ديالي، نشكر السي عبد الرحيم، نشكر الأخ سمير تاهو الوقوف ديالو بجنبي، الناس اللي كانوا دعموني في هذه الفترة هذه اللي كانت شوية صعيبة. الحمد لله هذا الظلم مشى دابا، حيدنا البراءة ديالي بانت بهذا الحكم هذا اللي توصلت به من لاكاف دابا. وبالمناسبة جات مع هذا الإنجاز الكبير ديال المنتخب الوطني المغربي اللي تنهنيو فيه الرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس، وتنهنئو فيه الطاقم التقني المغربي اللي تنفتخروا به حتى هويا، واللاعبين هذا الجيل الصاعد هذا حتى هويا اللي خلانا نحلموا وخلانا نعيشوا أشياء جميلة في كرة القدم. ورئيس الجامعة المغربية كرة القدم تهويا على الدعم ديالو والتوفير ديالو لجميع الأشياء اللي تحتاجها الطاقم واللاعبين. أنا كمغربي أنا الحمد لله بعد البراءة ديالي دائما أنا مستعد أنني نشتغل في المجال ديالي ونشتغل في البلاد ديالي، وشكرا للدعم ديالكم والحضور ديالكم اليوم.